بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله درسك ونقصها بسيسا الموعظة في القرآن. أريد موعظة الله يلاهظه يا إلهي كتاب كيس سبحانه وتعالى سيدو غصار ري يا نبي عليه الصلاة والسلام سندي سيدو وطبقي موعظة الموعظة أو العظة أو الوعد في اللغة واسكو معنى صومالي ووانو ووانو مرر كقار قد علماء اللغة يكوت المامان تخويف يزجري وكتشره أما ووانو كورميسا عواقب الأشياء شيء عربتي سي وحو كدامين دونه أن إن شاء الله تعالى واسكرنا في نوحي كصاب سيسا لغوياتك ما علماء أريق سيوت المامان إلهي سبحانه وتعالى قرآن وحكوة المامي إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون وآيات لقيا أبو مالك استوجي معاه إن إلكتين كل عضو يدخ خطبة مساجد آخرنيا وأجمع آية أي علماء كت المامان خير يا شرك والرميس إلهي وحيد فر يا باليلي عدالة إحسان يا صمفل قرابة وحلصية وحويد كريبية الفحشاء وحيح منكر وحياء شرع وديدة إيا بغي حد قدب وحياء يعيدكم لعلكم تذكرون إلهي وحكو قبقبي سبحانه وتعالى يعيدكم ربي ويد وانينيا لعلكم تذكرون محمد أنت أما كي تذكروا سأوان تودان عضادوا أما واندوا ووحشا قعوا وحلقوا قاطوا وحلا قفك بن آدم كا مر عقل قيسال الله الله وشيء قادي الذي سيئ وحسوك يا لغا ورما مركا وحيدا دان و هذا المنطقية وعقلك لا ورمية مرنا قلبي قال لا هدلا وقفك بين آدم كوجدان كيسي الضمير كيسي الدرين كيسة إحساس كيسة يا ربي سبحانه وتعالى لا هدلا ووحك أنا عبصدة هي بقها هي الرجدة هي حبها هي كرهها هي وحي اللمدة انت بدن أعمال القلوب وحبضنا قصاب سني ومن هذا الباب إنساك مركز إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمركو ينوت المام أيو سيدة دتك الدين تلوغي يريو حت المام يدعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ربي سبحانه وتعالى وحت المام يدتك وغي ألا دينتي ألا كتابك إلهي طريقي وحانت غي يردادك أديك سنية أسلوب الحكمة هذا ما أنك الله هذلية حكمة هذه السنة هي وحقلك بن آدم كقنعين كرة هي والموعظة الحسنة بإلهيلي وانا دفي عن واني وانا في عن واني بالرب إليه سبحانه وتعالى هذا بقى أيها الأحبة قرآنك إلا شن إيا لباتن ميولاد بيكو صار رطي إريك كاني إلا صدح يطبن تصريفك لنوعنا وصار رطي حيث المام سبيع علماء ذو إلى هذان أرجان ربي أنت وكوع العلي شن يلا باتن جر هذا القرآن كوكوسا أروري تصريفات كلا قد سنة وكوسا أروري وقال كرا إلا صدح يطبا وحيث المام سا اهتمامك وكتابك الله سبحانه وتعالى سيئي واندة هي وعدك هي موعظة بن آدمك مركو مدو موغن يهي واندة وحكو دعا غفلة وحكو دعا غصوة القلب قلبي انجك اما دو هنيه موغني وحكو دعا انو ربي كفقاده وحكو دعا حب الدنيا دنك كلا انو صعوده الدنيا وحكو دعا انو ذنوبته
ودنبضها مسي وقالوا. ولذلك آذنه كمان مر نبا التذكير والوعد قفك بن آدم كاهي مرنا كمان مار موانو إلهي بآذنا وحكو تلمام يكلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال إلهي تلمام يا قلبه دحل يستي الران هو دحلك كروش ضد سدى دحل وقلبك كفولي وحان الدحلك الصبابي بإلهي إلهي لي سبحانه وتعالى وحي كسبني. ولذلك علماء وحي هذا من أصول الكتب المنزلة كتب تعالى سودة شيء لما أنتوا وحيابه كل واقية كتبت السماوي وعد بك وضمده وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كمركو كور رمي سببها اللو سودة شيء وحكم دبا إلهي لي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وارضضوا بإلهي لي يا أيها الناس يا أيها المؤمنون ما يا أيها الناس بإلهي لي دضر دم آذنه النوع قرى تتكبر باوها استا آذنها عقلك وقرى إلا الله الله ما يا آذنه دمانت إن قلوبتي سلا الله الذنوب بهين إن روحي سلا الله الله سادر أدد بإلهي وحلي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وأنا حق الرب إذن كتبي كتاب القرآن ودن إلهي وصف قابو سيئن يهي موعظة وأنا إنو يهي حق الرب كتبي سبحانه وتعالى وشفاء لما في الصدور وحيكو عاف ما دا اللابت حلالي وححنون لاب كدعا وحعاف ما ديا وإلهي كتاب كيسا سبحانه وتعالى هنون ين حارس قارن وحوسي هي انت الرميسي سيد اوجد ايها الاحبه هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين بالهك تلمامي قران كوينو يهي بيان للناس عدين الهي سبحانه وتعالى وضدك وعدين ايه وحوفر ايه يا هنون يا موعظه مثل قوان توبين يهي بالهك تلمامي ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين إن بدنا القرآن كم دبا إلهي وحكوع العلنية سبحانه وتعالى كتابك قرآني وعدي آدنا لوعدني بل إلهي وحينا تلمام يا كتبتي كه الرئيس يا أنبيدي كه الرئيس الله سعودي بينا وحيابه اللغة الصادرة إني مسألة داني كم دا نبي موسى مركا الله كورمي يا ربي وحلي وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وكتبنا له في الألواح لوح يدي لسوسي وحكست أوبا هي موعظة بانو كسي نبي له إلي وحكست أوبا هذا وبشرية أيوبا هاتي وانا نكسي نبي ربي تلمامي سبحانه وتعالى نبي الله عيسى كتاب كسينا إلهي وحلي وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين بإلهي كتل مامي. إذن علماء واحد هذان من أصول الكتب المنزلة مقاصد دي حكم قال له سودة شيء وحكم ذا هدو يا كتاب كي نبي موسى له سودة بي عليه السلام هدو يا كتاب كي نبي عيسى له سودة بي يا هدو يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كتاب كي له سودة بي دنت لغلها وحكم ذا إن ذاتك اللوانيه وإلهي سبحانه وتعالى أوانيه إذا أفر صدى السنة النبي عليه الصلاة والسلام هو إن بدن كأركيا سيد النبي قول لازم يترين صحابة سوانيه وقلوب تودو الله الله ما يهين واند النبي قمتك قوابنا عليه الصلاة والسلام صحابة انت عصبة مقوي مكسوي سلامي أما قوة مقصرين تا اي وحي هاي اندات كوردن صحابة دوردن بوانين اي نبي عليه الصلاة والسلام ولبا نبي عليه الصلاة والسلام مال ما قار كود اي مال توردن وذي حديثك الصحيح المسلم كوية الله صلاة صبح مركي وكبحي نبي عليه الصلاة والسلام بممبر كفولك دبت أنا والله هذل، وهذل يا نبي ولا دهر لقى قاعدي، دهر بال لا أدمي، دبت أنا وتو كذي، ماركو دهر كبح يا نبي عليه الصلاة والسلام بومين بركة كل نقضي،
oo la hadlay isagoo waaninaya. Dabeetana casr baa la adimay, wuu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam, haddana minbarkuu ku noqday. Min salaati subax ilaa iyo maqrib buu nebi maxamed hadlayay calayhi salaatu wasalaam. Salaad subax laga gaadho markii laga baxay ilaa iyo salaadii maqrib intii laga tukanayay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka la hadlayo waaninayay. Waxaynu naqaanaa waanooyinka nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka macruufka ee cirbaad ibnu saariya wuxuu tilmaamayaa saxaabigaasi nebiga salaad subax riwaayadkiisa barba salaad subax ku tilmaamaya. salaad subax markii uu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuuna waaniyey, waano ishu ay ilmaysay oo qalbigu gilgilmay buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam. wuxuuna waaniyey waano aanu oynay saxaabadii oo qalbigaygu uu jilcay oo isbedelay. dabeetana nin saxaabadii ka mid ah wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisii yow kaanaha mawcidatu muwaddac, waxay u eeg tahay waano mid guuraya mid tegaya ee awsina noo dardaaran. saad maanta noo waanisay waxay u muuqataa inabaanad malaa'in badan sii joogaynine noo dardaaran bay ku yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay dardaaran aakhiriya adduunba wax tara, waxaa adduunkooda anfaca aakhiradoodana anfac u dardaarmay. koo wuxuu u dardaarmay alla cabsidii, ittaquullah, alla cabsidii, ilaahay in laga dhowrsado, wa masaa'ilka ugu badane qur-aanku uu ka warramay dadka lagu wacdiyo. bale nebi maxamed ilaahay u tilmaamay yaa ayuha nabiyu taqillah, nebi allow alla ka cabso, cabsida ilaahay laazim baa la leeyahay oo daa'im. alla cabsidii buu u dardaarmay oo ah waxa quray qofka bini aadamka uu ku badbaado. waxa labaad uu nebigu u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam wassamci waaltaaca, ismaqal iyo kala dambayn, ismaqal iyo kala dambayn. nolosha adduun waxaa qaacida oo ay ku socotaa ismaqal iyo kala dambayn, min halka u hoosaysa ilaa halka u sarraysa. madaxnimadu wax ma tarto haddii aan la maqlayn oo laga dambaynaynin. wax kasta oo maamulina, maamulba haddaad maqasho halka u hoosaysa hadduu yahay, masalan wax la maamulo guriga ugu yar ninka iyo xaaskiisa iyo xaafadiisa, madax iyo meesha islaamku u kala sameeyey, madaxda guriga waa in la maqlaa. ninku wuxuu leeyahay maxay zawjadiisi iyo caruurtiisu taacu ku leeyahay inay maqlaan, isna inuu wixii khayra u sheego. wixii ka koreeya ilaa iyo laga gaadhayo madaxda ummadda laga gaadhayo waa in la maqlaa. waa qaacida caama fi lxayaa, qofka muslimka waa qaacidada dhabta uu ku dhaqmo. waa masaa'ilka soomaalida ugu yar inay fahmaan. waa laga yaabaa wadaad in badan sheegaya samc wataaca inaa maqasheen, laakiin dhaqankeennu maaha, dhaqankeennu kuma badna kala dambayn wax la yidhaahdo, kuma badna. shareecada si islaamiga ah dhammaanteed xataa cibaadaadkeennu kala dambayntaasi ku salaysay, inuu muadin mas-uul ka yahay aadaankaasi iyo isaga loo daayo, imaamkaasi salaada mas-uul ka yahay qaabkii loogu talagalay inuu dadka u tukiyo, hadduu qaldamo un inaynu tanbiihino. idan islaamnimadu waxay ku salaysan tahay kala dambayn, asamcu waataaca. saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam markay yidhaahdeen waxaad u muuqataa inaad tegayso ee noo dardaaran, labada shaybuu u dardaarma, in alle laga cabsado oo ilaahay cabsidiisa la laasimo, iyo asamcu waataaca. weliba asamcu waataaca markuu nebigu ka warramayo waa in cabdun xabashiyun buu nebigu ku tilmaamay. bulshadii jaahiliyada ahayd dabaqaad bay ahayd, way siyaasi jirta, waa kala sarraysa. bulshada waxaa ugu hooseeyey addoonka. addoonku soomaalidu markay addoon maqlaan nin madoobay moodaan maaha. addoonku shareecada ama dhaqankii xataa carbeeda hore soomaalidu geel unbay kala qaadi jirtay, xoolahay qaadi jirtay, way ka tegi jirtay. carabtu geel iyo dadkaba way qaadi jirtay, markaa dadkana waa la addoonsan jiray. markaa dadka addoommada ahi niman cadcad bay lahaayeen, romanis bay lahaayeen, carab bay lahaayeen, dad madow bay lahaayeen, cid walba nin kastoo laga xoog batun baa la addoonsan jiray. addoonnimadu kaas bay ahayd.
لكن أضومها لفتو ذا مركا طبقاتها وعادتك جاهلية أدونك مذوبة أدونك عدوى كسيره سي دبتنا النبي وحوط المامة عليه الصلاة والسلام بلشادة نقن كيدي حتى كتلين يا هدو يهي كأقول لي تأين لا أقبله وان عقل بضنهي أما وان علم بضنهي ما مركا لغو خلافه وصور تقل ضدك نيكا وفريد سنما نهينين وما مركا وهيه وصور تقل ننك أو علم بدن لنا أنه مفضوليها صور تقل قفك ما ملقا هيا لكن شرع قوحة وتلمامية مرها دادو قراتين أنه ما ملقا دين نغضة مرها دادو قراتين أنه يدين هقامي إلا قد دنبعيه ساو قيد من نبقى عليه الصلاة والسلام وحليه هاي مرها إلا هدين واتقيسان ودردارا الله هذا الشيء بودردار إلهي طاعة ديسين للازمه إيوه عيدا ما ملقوا هيسا انتو الدونبا ما ملقا هالليك هذا السمع والطاعة إلا ولي ماذا إن لم أقله وإن عبد حبشي بالنبي عليه الصلاة والسلام كسو النبي وحو سيت المام هذا سين نولاتان مرم بدن يخلاف بدن بارك الدونتان إيه وحان دين كدقية وحيابها عصب محدثات الأمور بان دين كدقية وحا قفصتان بالنبي قولي يعني السنة دي هي إيه السنة خلفاء الراشدين هاي علماء دو إلا هذا انت بدن حديث كان موضوع سياسي وكورمية أي خلفاء الراشدين سنة كرا إلها ينمجر وسنة دي مامل سنة الرسم قدوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إقاب كائدين مامولين أو كل الدنبيين أو مدأوه قاميين ككد إذا بالله تلمامية إذن أيها الأحبة حموقة النبي قول عليه الصلاة والسلام سيدو أوانيني حديث كي حنظل لدتك أنت بضان التقارن حنظل بن الربيع السيدي وصحابي كم اتكاها من كتاب الوحي صحابي كان وكي أبي بكر لكل مي أبي بكر بكو يلي بلس كورا وكو يلي حنظل ومنافقه ورما حقه الله يسابه يلي أبي بكر وحيلي مركا أنه النبي قال لك أغننا عليه الصلاة والسلام وحد مدين أنه جنة دي نار تباركينه وأنا ده النبي قصيدة قلبي جوجا لسوك ورمايا حد مودة يسير أنه جنة ده هي النار تارك إنه إلهي بنك عبسني نمرك مرك أنه حافظ الطجنانة تمرك هي عرورتي هي حولها هي وحن مرك أنكم مشغول له نوع من ما اسمه ده البان وقولها صحابة السنة النبي جو وعدني وحي كورمايا حاران كما ورمايا وحو كورمايا وحي حلاش أو أهمرك أو تجو إنه يسبدل دريم يا أن لم يدحين مركو النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركو هرفدي النبي صلىها مركو النبي محمد هرفدي درينكو قبي درين أنا هين إنه يسبدل من كره أبي بكر بأو حيردان أنا أنت ودرين ناي بل نودي النبي قال له عليه الصلاة والسلام قضية دي بالله شيء النبي كويري مركا إلتشو كتان سيداتهين هدا مر والبا أهان لهايدين ملائكته والدوين كي يفرشانتي نيدو كوكر سلام الهاي يعني بناء آدم نماذا بوا كبح الهاي دين صالح نماذا يولي نماذا وحكا قاعدي لهاي دين ملائكته نيدو سلامته لكن حنا بقول يا حمد الله ساعة والساعة ساعة والساعة معنى يدو مركاوة محي تتكبر ما انت حاران توبحان إلى هذا ساعة والساعة سلاة سعودة كذا حاران ساعة ما لا يدو في الشريعة حاران ما يشكو بجرته حال لقوا الرمية وحال لقوا الرمية قفك مسلم كينو يشو ساعدوا الرب يوقعه أدوني لابو هدو ورديني هدو تكري هدو قرآن آخر سنة ساعدوا خالقي سكوح بما أدون وكتغه يساعد وأدون كي سوحه وكسده وحي حلاشة لفري وصمعيه إذا النبي عمر قوة المامة يساعة وصاعة وحوشي غيته وها قفك مسلم كاه جدول أعماله إني كشرته ساعات ربي جل مناجود وقاروي ساعات ربي سبحانه وتعالى وكحدمه أي النبي عليه الصلاة والسلام تلمامية سيدا أوجد بن آدم كوانا كما مارمه صحابة دي النبي محمد بهل كتاجن ولا مر كان النبي قال له شو قلنا صار صار مر كان هذا ما لين سينو مر كان سوق غبنه إما أنت مسأتي أنت إنه ما نعدينين وارينين تضافر صلاتك كنت كتو أما صدح أنت هذا هلا شو أنت كنت كتات كتكتو أنت هذا مل ما يسا مركا أنت هذا مل ما يسا ابن مسعود حديث الصحيحين كوي الله وحط المامية
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة. نبي عليه الصلاة والسلام ما المها وأنه ميلين تريبولي هاي واندا يسقون نوقع بسقبة السآمة علينا إن ندالو قفكو نشاط كاسي إيماني مر والبا حلقة بني نفتو داشو إذن تنفيساتك واللو قولي ينسوح لك صدا مبحا معي كان لكن ولا بده نقفكو يا شمحي إنه ربي يكو حلمه وأنه وانك مارني أما عالم هو أما مسكين هو أما وحقون هو وأنه وضبانت القوانية إلهي الوحصوصية مرنا بك من مارت. ولذلك فالصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هو انكب النبي قوي موحدا إلهي رسولك سيو رقب أنه كا حق بطي مجالس هذا مركز ترقب باكو حيرا أنه بوسك ويني وحنو كاربنا بيدا همال ما أنه أنه قارة وقتي أن رقبنا لو داقين ووعدك أنه قاد بقو قارية شو أي أنه دوري نبي كويدا دي نبي عليه الصلاة والسلام وحوية ليغنا مال ما قارة وقت قارة ووعديه أيو سمي نبي عليه الصلاة والسلام حديثك وحديثك تلمامي مركا وحكوية لمركو وعديني قبل يصدح الموت كرد انتان احتساب الاتمادة عرورتا إلهي وحوقا لقيا حجابا من النار نار تالقا حجابية مركا سي قبل يستاكتو احتر يا رسول الله والثنين إلهي رسول كيسي وطي الله بكرد بطر كدر مركا سي النبي قو مركا كعل علي سيدي والثنين تي الله بكرد بطر إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى نار تكاك حجابية حديث صحيحين قوية لبخاري مسلمة. إذن حديث كان وحو تلمامي هوينك الصحاباتك صحابياتك إن إينا النبي عليه الصلاة والسلام يمادين يقول ربا وعدين يقول هلال إن أقول الصومالي دي هون إنت بدن هوينك وينو قم بشرين كو دينت الله شعب عمبايا هايين إنت رقا ومدين تيسوس يقول شرتي دمر كنا إنت بدن باص ما إلهين لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام هوينكي صحابيات كها مركي سواعد صدين رقا نوغا كاب بداني أننا مجلس نو يل وحو أقبلينو مجلس كارة ويالو يلادو يوم كذا وكذا يسوك علي ابن نبو كويل عليه الصلاة والسلام وقت يدا وعد غير نبي قو وقت يدا بايا حايا في الحياة كلها ابن نبو وعد يجري وحو وعدني يدا حباشا لجو مالنبا حباشا لجو دبتنا يضع حباشا لوقو ديوان ولي السحابي إلا آسيي لحد كاللردقين أي نبو عليه الصلاة والسلام لحظ دبتنا يقول استعيد بالله من عذاب القبر استعيد بالله من عذاب القبر استعيد بالله من عذاب القبر وإلهي كما قال عذاب القبر إلهي كما قال عذاب القبر دبتنا نبو عليه الصلاة والسلام حديث كدير إمام أحمد ورينيه وحديث صحيح يا كور رمي يا قفك مركز نفط لقى قبطان ضد كسيدة النقطة قارن إن سمد الباب هذا لوفر وكرى قبطان قارن نقول مون كده إن الملائكة تسيد كري ويدو الباب هذا سمد لقى حلو ودي بلوسو عليه وحديث كدير مسألة ذاك كور رمي وحنو قد دن لنا يوم حديث كم وضع آخر كرنه لكن حبال دشيدين النبي وحكو عدني عليه الصلاة والسلام يدل قضية بل يسقى صعنة يو حبال صامر markaasuu ku yiri xabaashana waa kuma markaasaa la yiri waa hebel markaasuu yiri xabaashana ka ku jira maanta laba ragacadood buu ka jeclaan badnaan lahaa agtiisa lagaga jecel yahay adduun waxa haysataan oo dhan buu leeyahay yani nabigu saxaabada wuxuu u tilmaamay alayhi salaatu wasalaam baahiday dadku cibaado u qabaan iyo markuu qofku dhinto waxa raacaya xoolihii inaanay hayne inay tahay wuxuu camal shaqaystay deetana waxa adduun shaqaynaysaan oo dhan ninkan maanta haddii la weydiin lahaa buu leeyahay xabaash ku jira laba ragacadood buu ka dooran lahaa idan xabaal iyadoo la dul joogo wacdinay nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo suuqa la joogo wax wacdinay maalinba soo dhaadhacay suuqii wax lagu kala iibsanayo soo maray dabeetana orgi yaro bakhti iyo meel yaa loo arkay nabigu orgigii yaraa buu dhagta qabtay wuxuu yidhi kan yaa hal dirham igaga gatay وأنا أقول لك أن أنا 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 أنا
يعني أرجي يرو بختي ومرك وربا نوكنا حتى هدو النول يبان وقتي إذا حولا قيمة لك أهيم بيلي إيسكو بختي محان غفالي نابوي نبقى وتلمة من عليه الصلاة والسلام دبيتنا نبقى وتلمة فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم إلهي ما قلنا أرتيب النبي قولي أدونك أكو حيغدين إلهي أكتي سأوك قيمة ليتا كاس أكتي نوحوك جوه وحنا كو مشغول كتهين ألا أكتي سقيمة كمالها أو نفكا بختيي وكا قيمة ليتا النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام إذن حديث تسوحي تلمامي سا إنه مساجد النبي هو وعدني عليه الصلاة والسلام والرق وعدني والدمر وعدني وحبال بشيك وعدني والسوق وعدني وحاي شيء غيسا مهماتك هو وين أنت وحقون تعالى قربا إني تحي إني إلهي ابن آدم كسكحلا إلهي أدومه سير سكحلا إني دتك حصوصيا ربي سبحانه وتعالى يا عبادات كيسا هذا بقى الرعيل الأول دكي صحابة دواوينها دكي أمضى المسلمين تأغم هدنا صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليه هدي آية هايان كوا أن كمار من إلا وعديه يقع علماء كجرته أبي بكر كمدي عمر كمدي علي كمدي عشرة المبشرين كجرته ابن مسعود يقع رقاسي تشوغان أي نبي محمد وعدني عليه الصلاة والسلام ولو أركيناني وعد كمار من أو السوق كو وعدني أو حباش كو وعدني أو مساجد كو وعدني أو منبر كو كري أو بلا نسمين ينو مال مقارة دمر كو سمين إنه فق ومركو هربا عبادات ينو يريين ودون آدو مشكلة بدن شوقنا انتابين وعد وباحنا سينا قوة سكفي لنا حدنا دادتك هدى تشوغا دي مساعدتك الله إلا هذا وعدا كتشيرا دادتك انت بدنين اي دريرتو كأنما قف دن للقري كأنما اسكف لين يهي قف سكف لنا دنه مجرو قف ولب التذكير كووبا هاي حصوص نص ادي اللو دي اللو حصوصية مسألة سياد مودي سيسانا هين لو شرحية أقونا هذا قون لقو كردية وعدي وحبات كفايدس سيدي وقيد النبي عليه الصلاة والسلام ضدك وقتك سن ولا يسقى لن ولا يسور ربي ووعدي قاسي كودي ضدك المركة غفلة كبضة طي مشاكل كأدن يكوت ربطي رباطته حيثته كمان مرمان وعدي مرنبا حال اسكو وعديني يا بو سعاشتي حد تكلوشي يا وعدك علماء وحيد هذان وعدك مديوا كون قدري بعدين دعي وعبر تاريخ هذانها واحد كان دعي قفك الجوانيه أما نصوص شرعية الجوانية اللي بده بوعد بيع علماء ويل هذا تكو وادي لهي وحلي سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين بإلهي إلهي وحلي وحا أكتهين الذين اعتدوا منكم في السبت يهودا يكوين كإذن كم إذا السبت إذا حد قد بي السبت إذا هو غارسنين أنت اللي يلو غارسضي إيه آنو نده كونوا قردة خاسئين داير لا نصخي دو ليسا إذا وحلقوانين إياه dhacdar dhacday oo iyaga hortooda dhacday oo dad intay macsi sameeyeen ilaahi subhanahu wa ta'ala oo nooca kan ka dhigay baa lagu waaninaya ilaahi markaa wuxuu leeyahay faj'alnaha nakala lima bayna yadayha wa ma khalfa waxaan uga yeelay cibra kuwi markaa joogay iyo kuwa gadaal ka yimi labadaba cibraan uga dhignay baa ilaahi leeyahay iyo wa maw'idatan lilmuttaqin waxay ku waan toobaan inta الله كعب سنة سبع رب التلمام يا سبحانه وتعالى ده وهي يعني علماء ده وقصة واقعية ودعضي وضطي هركة دعضي إذا وقضية ده اللي هو عدنا وقدر الكون بيلي ودعدوي تاريخية أو مدى صومرتي
هاتمد إلهي كتاب كيسا كقران هاتمد سنة النبي عليه الصلاة والسلام كقران هاتمد تاريخ ده بشر كقران كيدوني سبها النغطة. ولذلك ما قران كواحك بدن قصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إلهي وحولي قصوينك أنبيدي يا أمم كيتغي يا وحي دعي دتك وحو قصغان عبرة يوحكو قادشو. بل إلهي نبي الله محمد بوحولي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعدة وذكرى للمؤمنين. إلهي وحولي وحنك أقور رمينا رسل شيه ريتك تي وركود وركان قوة رمينا ووح قلبك أقام قصوك النبا إلهي إلهي الدين تأت قصوك ميسو وحن قلوك وشيك النبا رب إلهي سبحانه وتعالى وركا ضدك هوري وموعدة إيا ذكرى ووان إيا حصوص أيكو يهيبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى. إذن هدو نبي محمد قصص كي ضدك هوري هي موعدة إيا تثبيت القلوب إنك محوين ونقون يا مركا وأنا ينوب بهن ينوب بدن أجنو قرآن كي يوارو ينكيس. إذن أيها الأحبة قرآن كوانو ينادو ترى بدن ما كصار أروي وحصار أروي وأنا عام وتضرم كصابس جميع الناس إلهي سبحانه وتعالى وتلمام يو ضد كوردن إن لوانيو وحصار أروي قرآن كوانو الرب وتلمام يو صالحين تي أنبياء اللوانين هدي أنبياء اللوانين يا إنكم حين النيمرك. إلهي قرآن كوحقول قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك بإلهي لي إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وحن كوانين يا با إلهي لي سبحانه وتعالى وحما قرأت دينات كبيرته إلهي حقوق دي سيئة وحو أمر يسيده دي اللي وفليه. إذن هدي أنبياء إلهي وانين يو إني أعيدك كلي وهو بالا عدك استو أنبياء كهو سيسانا إني أباهن تيوانو. ولذلك با إلهي القرآن كوحين وقلت المامي وانو الدمر لوانين يو وانو عرور لوانين يو وانو كفار لوانين يو وانو منافقين لوانين يو وحونا من القرآن كصاروري آيات الوعد كانت تلمامين. مثلا إلهي وحو قرآن كاكاو الرمية نين لغمان الحكيم ليلة وإلهي الشيغين حكمة سيي لغمان كا حكمة دلسيي حكمة دي سي وحا أغوين اللي نوغسو قوريي وحاكم إذا وانا دي وإلمه سوانيني. سورة اللغمان قصة دا كتشرتا لغمان ميل كلا قرآن كو كغور رمايا سورة دا سقلو كغور رمايا قصة كلنا لغسو أرورين مايا. ولقد أتينا لغمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لغمان لابنه وهو يعيده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إلهي لغمان وحين غسو قوري ومن حكمة لقمان كمدة لقمان الحكيم إلهي كتل ماما يسوى إلمه سوارين يولا يا بني وليرهي قيو لا تشرك بالله. إلهي عدناها كل ماني عبادتي سعدناها كتاري وايو إلمها ير أمر كقول موفرين إيوحو اسكد ديينو كردار دعيو شرك رسيدو فالحنية ووحوش يا جمحي إن الشرك لظلم عظيم شرك وذلم وين وإلهي حقوق دي سيادة فرش يعني ابن آدم كوحين نقالنا هدي عدي وحق السيسو وأبارك كل هذا إن وحي كسيي إساق كل هذا قال أنت والله إمنمو وما يشعر ده ما يسخب في وحلم ده ربك كن معيي إيكو قوديي إيكو نوليي عبادته أفلا أكون عبدا شكورا وكي نبغي عليه الصلاة والسلام. مرك عائشة كنت لي إلهي رسولك سيو سدوت أجنبا قمده برره إلهي رسولك سيو هذه الدم بقاقي هوري أكيد ما هو الله نافيه ما تسكن ستد بكت لي أفلا أكون عبدا شكورا أبو نبوي لي وميانا نهانا إن أدون ما هد نقا أدون إلهي سبحانه وتعالى نعمة يي أم هد نقا ميانا نقرنين عبادة وحي كمية إلهي وأدون ما هد نقا يسوع. إذا نوح كل يهي
لقمان إنكيسي إن الشرك لا تمادى وظلم هلك ودم بيسي شرك ويا قال لماذا وظلم إلهي سبحانه وتعالى أضوح حق لها عتك لأوي عيسي إذن وعرب وعدنية إلهي وحق القرآن كي نوت المامية هوانك هدي أي نسي عقلية ولا هد كريوينو وحكينا دعين كريوينو بالباب كلاين يركض دينو كمدي هيوانته واللاتي تخافون نشوزهن فعيذوهن بإلهك بالعب وانية وانيو قلبي هذا الله هذا الروح ديت إلهي عبسدي حصوصي واني بالرب إلهي سبحانه وتعالى وحي إلهي القرآن كينو قور رمية كفارت حتى إني وانا وباهمت إلهي محكو إلي النبي عليه الصلاة والسلام قل إنما أعيذكم بواحدة يجا واحد كتير أهداب إلهي لي واردك قالوا هل مدان ذكوانيني هل مدى حال قواني أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إلهي سبحانه وتعالى مد يلا بلا بيسو تاجا مد يلا با واحد هذا بن آدم قمرك وهذا الله يهدو ضد بدن نغضة وكلا حشو هذا يو ومجاملة بكل نغمة بين هذا لكن قفكو نفتي سهدو كلي يلا هذا يو أما قفكو كل سوني يلا هذا يو رنت يسو شاقا هذا نفت هذا خيامين ميسيس رنت هذا شاقيس وهذا وقت يوحى صحايا وحى غلطا هذه قف أو سفي عن وحوة ذاك تانو تشيرنا ذات واحد هذا هداد حقيقة ربطه وحيكفي عن تيميد يلا بقى إلهي قال هذا وحكو إلى هذا ربطان حقيقة إنا وقاتان وحد كنت له هذا وحن يكون إنا يوار مدقرة أما الله بقى فكرة ووحا أركض دون تان نبي محمد عليه الصلاة والسلام نوالنا نوهين إنه يا رسول الهي دين صدر سبحانه وتعالى منافقين تا إلهي النبي محمد كله عليه الصلاة والسلام واني وإلهي محولي أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم مركي قال لك صور رمي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقه صفات منافقين تا إلهي دينت الرب صوشي أجي أي إلهي وحولي أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم كوا سوى كوا الأقيهي وحايقر سنة يعني قلب قودة كتيرة فأعرض عنهم وعذهم با إلهي وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا كتيسو حبها عقاب لكن واني وور قلب قودة قارة وشك با إلهي إلهي سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة هدي كافر كاللي يلي وانية ومنافق ليلي وانية وصالحين تي أنبياء القرآن كوانا وصار أرطي وعرورتا ليلي وانية ودمرك ليلي وانية وحكم موقتا دين تأسوش يدين كم تهي إن ليس وانية إن ليس وانية ضدك لقو وانية حق وانا داين لقاتي أنا لقاتني ومسنك لي قرآن كإلهي أصحاب الصفت محوين وقور رمي وإذ قالت أمة منهم لما تعيدون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا ولدي لا يدي سبت ده او غارسنين انت حاله ده استن سبت ده او غارسداي دتكي كاله لبا قيبود بين نقدين قولو لين ور ما كان ودين لا ويا لساهن او ضافان يي قولو لين ما هي ووانينينا يو حاران كجيره كو كان اي لين هدانا حاران كسته كجيرانا وحبانو شيغينا ووانينينا كوي وحوانين يا كوي كلا كوي دهدين لما تعذون قوما الله مهلكم واردوا لألا هلاق يمحك وانينيسا كون وارك تانين يديدين وحي ربي هلاقنا ووصقنا ذي محك وانسانيسا بي كوي دهدين وحيقوا جوابين معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون لبس ببود ردود بوانينينا كو أنك إسبرية لنا آخر هذا قال الله وحبا الويديني مروح الويديني نفت هذا يوحد سمايسي مرة واحد الويدين يدّد كم جارسي سين تاعي لمسؤولية داسك صارني نبي محمد عليه الصلاة والسلام وآخر رسول صادره وآخر نبي عندما صابح ميس مع ذلك واحد لا يري محي وحلقو صادره رحمة للعالمين أما لتنذر
عالم كودني تكتب لي تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا. نبي محمد عليه الصلاة والسلام انتو قارين يربيه وانو دنت وعالم ككلية قارسين ايه إنكو ينقو يري بلغوا عني ولو آية اللهم فاشهد بدبتنا يري إنكو ينقو يري ضدك كلك قارسية دينتا إله مرخاتك هو إنه وليب قارسية وشاغيب نبي عليه الصلاة والسلام مرخاتك أنا ووفر الصحابة دي وحن مقوم مرخاتي فرين نبي لأنك قد بلغت ونصحت إن أدن سوء قارسي سي وانا واني سوء دينتو نسوء قاردي إذن لبس سؤالات قال لينا ويديني يا أخو midii waa wixii inaga la inaamray inaan ka soo baxnayeen kale midina waxa weeyaan dadka kale inaan waaninayo xaq gaarsiinay qolada tani marka waxay leedahay laba sababood baan wax waanineyna midii waxa weeyaan anaga cudur daar aakhira helayna inaan wanaagu badbaadno kalabaadna lacalahum yataqu wa hal arka iyagana ilaahay wax kaga duwo idan qof kasto oo xun hayso oran inkan waana marimaysay waani khabar gacabay waani ka zinaysanay waani كاو عبادة حمد وهي سواني كان سلادة تكرين واني قف كستو بناك ها قال كأواني يوار الله الربين قف كستا وآدنا كم ديوانا كم مارم إلهي وحكو تلمام يولو أنهم فعلوا ما يعاذون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما تتكو حلوة أن يهدي أقبلان بإلى هيل ساسا وخير بدن وصدم لهاي بإلى هيل سبحانه وتعالى أجر وين واصين لهاي جدك قمنا وكتو سين لهاي بإلى هيل هدي وعدك أقبلان يعني أنا وعدي أقبشو وحاصر ربك الرتب مية إن وضد قمنا لك تسيو أجر بدن لك سيو سبحانه وتعالى كسوغو أيا كسوغو ميس إذن أيها الحبة واجرا مركد وانا ذا شيخ تدد دي دي وهدي دي دان ما مرحل رأي سيدتكو ما أقبل يوحبه وابن ما يمايا أنبياء دي لهي صدر إبال دي دانا هذا من رسول بات كما قام سر ريسا نبي الله هود محيكو إله دين قالوا سواء علينا أو وعدت أم لم تكن من الوعدين بيناه مركو وعدية 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 بيناه دين وحاكت يدا نقص كميدا نواني سيئا نما دوانينا وها بس كم تبين هذا إذا أنت كقلوبته ذا إلهي قعمي سيكوشران إلهي بهانطا أدو شغلكم إليهن قفوين وهانونا يينان وهانونين نبي محمد عليه الصلاة والسلام بإلهي إلهي كنت المامية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يضايتك لا إلهي إلهي وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم يعني وضع الضين سأبال إليه أدو قدتك وهذا واري نيسا أما قلبك ذا إلهي بحكومة كيف قلبي سجل يسوى ندو يكاري قلي نبا إذن إنك كركي نوحة صارا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة بكركي نصارا إنه إلهي سبحانه وتعالى دتك حصوص إنه سفي عن أبوان نولبا واندو إنا نقول حجات كو قبي سوء إنا نقطه قابوا قفكوا أقبلك حتى إنا دركته ولذلك والنبي عليه الصلاة والسلام نباويمي وحكي لي إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان هبل درادي أنو صلاة الصبح وان كهب صعبه كويري نبا صلاة الصبح دتك كل يرجلي ده بتران إن كان ينادن تيسوس كلا وربين تولت كذاين وكتبه وحكي لي الله رسول كسي أنو صلاة الصبح وان كهب صعبه هبل بار صلاة أوداي كهب لي إمام كرناء أي صلاة أوداي نبي عليه الصلاة والسلام عرض يبالا إلى عرى أنه روع عرون غضب في موعدة وعرض النبي عليه الصلاة والسلام تبي تنوان أيوان يولي يسوع عريسا يا أيها الناس إن منكم منفرين وارددوا قاردتك عيدين أيو إري يا إذن كتش ربو النبي عليه الصلاة والسلام تتك هلك إلهي كسوع دوين لهيدين قاردتك كإري يا فأيكم أما الناس فليوجس ونكيدتك يا وردتك صلاة هوكوب فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة ونبوة المامي تتك كادم بايا قف وين ودالي قف ضعيف وامحان وصري أما دبك لسك هيسطو
قف دان له دقدقية عدوا لبن نبرك إني كنت كان سامن نبوة المام عليه الصلاة والسلام. إذن أسلوب كدو عدين إنسان النهضة أسلوب ضدك قانعين كره موعد حسنة إسلام أركانة الجدية في الوعد إن تكد داليسو وعدك إن تسفي عندك أدو وعدين أكو سوكو بين أمرك آذانها قلبك يسوق قد قدومها ما القرآن متاقنا هذا هذه وعدك دقيسك يسيا أخرسك يسيا برشادي سكوكو بطانا وحا كوريا إيمانك يا طاعتك يا كوريا يا ربي حصوصنا أنت حصوصنا ريسو هذا وعدك كفقاتنا وحا نبقى تلماما يا إنما يأكل الذئب من الغنم الغاصية ييغوبا ما وراوب وارغا حلا وديديا دبتنا كعدل دا اوغو بخا اوغو قابصدا هداد مساجد يا ميشا ددكو كنولي مسلم كيا وعد يا وانداد كفغاتو ان اد لوميس درسيغو مركا و خو كوباي هل مسلو قرا سلادا سو حي تاهي ادن الدنيا كور جوغو او وانا كمارما ما جيرو اما وينو اما يرو اما علمي لهو اما علمي درو قف وانا كمار ما مجره حينو بهن همال شخير كالوهيو يوانا دا الوهيو ماشا كتبتا الوغدقا يو إلهي كلام كيسية كلام كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام لغو أخرنا يو ربي اللي حصوصنا يو إن أدمد مرنا بكدر كن يادو دوات صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.